هذا وأشار سعادة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للشؤون الإسلامية، أشار إلى ما يميز مسابقة القارئ العالمي عبر الإنترنت من ناحيتي المشاركة والتحكيم. هذه المسابقة حقيقة هي تحظى أولا بالرعاية الملكية السامية جلالة عاهر البلاد منفدى حفظه الله تعالى ورعاه. حقيقة هي يعني تختلف عن كل المسابقات القرآنية الموجودة، نستطيع أن نقول في كل العالم، لأنها يعني خطت خطوات وتجاوزت موضوع الطرح التقليدي والنمطي، وسخرت حقيقة يعني المجال الإلكتروني والإنترنت، بحيث تكون هذه المسابقة لأي مشترك ولأي متسابق يريد أن يدخل ضمن هذه المسابقة في أي مكان في العالم عنده خدمة الإنترنت. المتسابقون الذين شاركوا هذه السنة في النسخة الثالثة فاق التصورات، يعني وصل عددهم لأكثر من 9200 متسابق يتنافسون على يعني 3 مراكز. كيفية التقييم والتمحيص هو عن طريق الإنترنت، وكذلك المحكمين الذين يحكمون ويقيمون هذه التلاوات والقراءات هم من بلدان مختلفة، يفوق عددهم 55 محكما من مراكز معتمدة في تحكيم وتدقيق القرآن الكريم كالأزهر الشريف وكالمملكة العربية السعودية والمغرب وغيرها. هو ما استخدمت الإنترنت إلا لكي يعني يستفاد من كل التسهيلات الموجودة فيه. أولا التسهيل يعني عدم تواجد وحضور الناس والمحكمين والمتسابقين في مكان واحد، يعني في البحرين، إنما كل واحد في مكانه وفي بيته وفي أي مكان في العالم، وأيضا المحكم في أي مكان في العالم يكون في تنسيق فيما بينهم من أجل التحكيم والمشاركة. يقوم المتسابق بتسجيل صوته ويبث عن طريق الانترنت عن طريق موقع المسابقة، ومن ثم تحال هذه القراءات النموذجية إلى المحكمين فيحكمونها عن بعد.